السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه 3D ريبو، بتبدأ ترفع الموديل بتاعك بحيث أي حد شغال معاك في المشروع يقدر يشوف الشغل بتاعك أونلاين. ده الإيشيو، لو أنت عندك أي مشكلة فبتكتب اسم المشكلة وتكتب مدى الأهمية بتاعتها والاستاتس بتاعتها وتسيفها. في حاجة اسمها الفيوز، أقدر أسيف كذا فيو، يعني ممكن مثلا ده فيو معين، تمام، بحس في اي وقت احب ارجع للفيو دوت يبقى سهل جدا ان ارجع له. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوف مثلا الفيو دوت، تعمل فيو جديد، فيو 2 سيف، تعمل فيو 3، وتقدر تغير الاسامي زي ما انت عايز، تلاقي نفسك بتنقل بينهم بسهولة. بحيث ممكن في الاجتماع يكون في بعض الحاجات عايز تسأل عليها فتبدأ توريه الفيوهات بالشكل دوت. تقدر أي وقت تيجي هنا تغير الاسم بتاعه أو تلغيه.